التاسعة صباحا السادسة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. تواصل اليوم اللجنة الخاصة بمجلس النواب والمشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين اجتماعاتها بحضور عدد من الوزراء. وخلال اجتماعات اليوم الثاني استعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت شرحا للعديد من الخطط التي تضمنها برنامج العمل، مؤكدين تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها وإعادة هيكلة الهيئة الاقتصادية. كما أكد الوزراء المعنيون خطة الحكومة لجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوجستيات وتطوير المواني وخطط السكك الحديدية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعي السياحة والطيران المدني. وأكد المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة أن المناقشات التي تمت بين النواب والوزراء المعنيين تعكس مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري. يزور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج جيبوتي ومقدشيو. وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والهجرة بأن عبد العاطي سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظير جيبوتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، ثم يتوجه بعدها إلى العاصمة الصومالية مقدشيو، حيث سيعقد جلسة مشاورات ومؤتمرا صحفيا مع نظير الصومالي لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من الملفات المهمة ذات الأولوية. استشهد 3 فلسطينيين على الأقل عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن الشهداء بينهم رضيع، وإن من بين المصابين طفلة وصفت جروحها بالخطيرة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حرب إسرائيل وغزة يجب أن تنتهي الآن. وأعلن بايدن أن إدارته تحرز تقدما نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين، وتمهد الطريق للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا بسحب العسكريين وغيرهم على وجه السرعة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وإعادتها إلى السيطرة الكاملة للسلطات الأوكرانية. وافقت الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا على قرار بشأن بهذا الشأن بأغلبية 99 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 60 عن التصويت. وسيطرت روسيا على محطة زابوريجيا وهي الأكبر في أوروبا بعد فترة وجيزة من شن العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير عام 2022. قالت الحكومة الصينية إن الكوارث الطبيعية في البلاد تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة ما يقدر ب12 مليارا و830 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، بعدما عانت البلاد من فيضانات وجفاف ودرجات حرارة شديدة. وذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أن الكوارث أثرت على 32 مليون و380 ألف شخص خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي.
فقد 66 شخصا على الأقل في وسط النيبال في انزلاق تربة جرف حافلتين على الطريق سريع إلى النهر. وقال مسؤول منطقة شتوان إن حافلتين أحدهما تقل 24 راكبا والأخرى تقل 42 راكبا جرفها انهيار تربة إلى نهر تريشيلو. مشاهدينا بهنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز، وسوف نعود لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح ولكن بعد فاصل قصير.